ماذا دها قحطان؟ في لحظاتهم بؤس وفي كلماتهم آلام، جهل وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام. هكذا لخص أبو الأحرار محمد محمود الزبيري حال اليمنيين في زمن الأئمة، وهكذا هم اليوم، عاد الخوف وعادت المجاعة وعاد الإمام. لكن الحروف التي اشتعلت نارا من الزبيري ورفاقه في ثورة 26 من سبتمبر لازال تأثيرها لهبا في قلوب وزناد الجمهوريين الأحرار بعد أكثر من 50 سنة على الثورة. نثروا بأنحاء البلاد ودمروا عمرانها فكأنهم ألغام، أكلوا لباب الأرض واختصوا بها، وذو الخصاصة واقفون صيام. يا قوم يا قوم هبوا للكفاح وناضلوا، إن المنام عن الذمام حرام. لم يمت شعر الزبيري، فعودة الإماميين الجدد بعثت في نصوصه الثورية الحياة من جديد، أصبح اليمنيون يرددونها في أكثر من مناسبة. كان الزبيري من طلائع الحركة الوطنية التي أسست في الثلاثينيات، شارك في ثورة 48، ثم عارض الإمام أحمد من منفاه، وكان من أبرز المناضلين في ثورة سبتمبر. اليوم تمر على البلد الذكرى 53 لرحيل أبي الأحرار الزبيري. كيف كانت بداياته الوطنية والسياسية؟ وما هي أبرز أنشطته وإسهاماته في ثورات اليمن؟ كيف كان صدى شعره الناري الذي ألهب به مشاعر الأحرار على مسار الثورة وتأثيره على الأجيال القادمة؟ هل نال الزبيري حقه في ذاكرة الأجيال أم أنه تعرض للتهميش والتغييب؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها الليلة في هذا المساء. نبدأ النقاش بعد متابعتنا لهذا التقرير. كما عاهدنا الشعب بأن نبقى ثوراً وأن نظل أحراراً، أحب للحرية وكره لها، الذي يفرض على الناس أن يكونوا عبيداً لعائلة واحدة طول حياتهم. تحل الذكرى 53 لاستشهاد أبي الأحرار القاضي محمد محمود الزبيري، واليمنيون لا يزالون يخوضون ذات المعركة والمصير. أغتيل الزبيري في 1 إبريل عام 1965 في جبال براط العنان بمحافظة الجوف، وقبيل انعقاد مؤتمر خمر الذي دعا له من أجل كتابة دستور جديد لليمن، مؤمنا بسلطة الشعب وأحقيته في الحياة. ذلك لأن الحق هو حق الشعب، والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها ملك للشعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. كان مقتله محاولة لوأد مشروعه وثورة اليمنيين والتهام الجمهورية الوليدة قبل أن تشب. كان العداء الأصيل ولا يزال ضد الدولة المدنية ودستورها هو الذي اجتمعت عليه الكثير من القوى الإقليمية والداخلية، دفع ثمنها الكثير من الأحرار منهم محمد محمود الزبيري، ولا يزال نهر التضحيات يجري من أجل هذه الغاية. ورث اليمنيون صوت الحق الذي نادى به الزبيري، لكن الطغاة ورثوا الطغيان أيضا، فبعد 3 أعوام من الكفاح المسلح يرى اليمنيون أن نضالهم ضد ميليشيا الحوثي إنما هو امتداد لنضال الحركة الوطنية ذاتها. قيل عنه: إذا أردت أن تتحدث عن اليمن فلا بد أن تذكر الزبيري، وإذا أردت أن تتحدث عن الشعر فلا بد لك أن تذكر الزبيري، وإذا أردت أن تتحدث عن الثورة ولم تتحدث عن الزبيري وشعره فإنك لم تتحدث عن أهم دعائم هذه الثورة، فالزبيري شاعر الثورة وقاد مسيرتها بشعره. فامدد يديك إلى الأحرار متخذا منهم ملاذك من رق تعانيه، ماتوا لأجلك ثم انبث من دمهم جيل تؤججه الذكرى وتذكيه. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن عبر الأقمار الصناعية، الروائي والكاتب الأستاذ وليد دماج. أهلا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ وليد، دعنا بداية، تأتي هذه الذكرى 53 لرحيل الزبيري في وضع ربما يمر به اليمنيون وضع صعب، حالة سياسية وحالة معقدة جدا. كيف ترى هذا التزامن لهذه الذكرى مع أوضاع اليمنيين الآن؟ اليمن للأسف هي تعيش دورات
متكررة من الحروب والمآسي طوال تاريخها الطويل. نحن في اليمن اعتدنا على أن نعيش هذه الحلقات المتكررة من الحروب والكوارث والمآسي. نعيش الآن حالة تشظي وحالة حرب وحالة أشبه ما تكون بالمجاعة بالنسبة لأغلب أبناء هذا الشعب الكادح. نتكلم الآن بهذه المناسبة العظيمة، وهي مناسبة استشهاد الرمز الوطني والعلامة الفارقة في الثورة اليمنية وفي شعر الثورة الشهيد محمد محمود الزبيري، والذي يعتبر عن حق أحد أوائل المناضلين اليمنيين في سبيل الحرية والانعتاق من الكهنوت ومن الحكم الفردي الاستبدادي الرجعي. نتكلم عن الزبيري، ونحن بعد مرور هذه الفترة الطويلة نشعر بالخجل لما آلت إليه أوضاع البلاد بعد ثورة 6 سبتمبر. كأننا نود أن نقدم الاعتذار لأولئك الثوار العظماء الذين ضحوا بالغالي والرخيص بأرواحهم وبعمرهم، وحملوا بالفعل الموت على أكتافهم حتى يحرروا هذا البلد، وقاموا بثورة هي بالفعل أشبه بالمعجزة. ثورة اليمن ليست ككل الثورات، ثورة على الجهل وعلى الظلم، و يعني شعب كان يعيش بالفعل في أعماق الجهل وانعتق حقا. من يجد أنه ثورة 6 سبتمبر لم تمثل انعتاقا، أنا أظنه خاطئا، وليستقرئ ما كان عليه وضع اليمن قبلها. لا يعني دعنا نتحدث عن ما قبل، وعلى رأسهم الشهيد الزبيري. نعم، دعنا نعود على رأسهم الشهيد الزبيري. بالزمن الى ما قبل هذه حققوا الثورة لليمن الى بدايات الزبيري، كيف كانت نوعية نحو الامام، نحو يعني لو عدنا الى بدايات الزبيري، كيف كانت الأوضاع حين ولد؟ كيف كانت مراحل نشأته؟ كيف كان يعني مسيرته النضالية، واعتبار أنه من مؤسسي الحركة الوطنية في اليمن في الثلاثينيات؟ هو ولد في عام 1910 تقريبا، وتلك الفترة كانت فترة التحرر من ما كان يسمى بالاحتلال التركي لليمن. كنا نظن بأننا بالفعل سننعتق من ظلمة هذا الاحتلال الغاشم الذي طغى على اليمنيين، ولكننا بلينا باستعمار داخلي أشد وأنكى، وأرجع اليمن بالفعل سنوات كثيرة إلى الوراء، وأفقد اليمن حتى الكثير من المنجزات التي عمل له، يعني أقامها هذا الاستعمار الذي هو الاستعمار التركي. نتكلم هل هنالك بالفعل بلد يعني يعتبر البلد العربي الأول في التحرر ثم يكون من الاستعمار، إذا جاز لنا أن نسمي يعني هذا استعمارا، ثم نرى أنفسنا في مؤخرة الدول العربية التي لم تحقق التحرر من الدول التي استعمرتها؟ طيب ما كان موقف الزبيري في ذلك الحين؟ السنوات. يعني ما الذي جعل تلك اللحظات هذه المعاناة؟ إذا كانت الزبيري نشأ نعم. في ظل حكم الإمام يحيى من عام 1910، كان قبل صلح الدعام بعامين، قبل صلح دعام بعامين، وبالتالي هو نشأ بالفعل في أغلب أوقات شبابه، وبدأ تعليمه الأولي في أيام الإمام يحيى، وذاق بالفعل عرف مرارة الجهل والظلمة التي كانت تعيشها اليمن. شاءت له الأقدار أن يذهب ليحج في
في عام تقريبا 39 أو في عام 39 1939، ومن هناك اتجه إلى مصر لكي يدرس، ورأى بالفعل أن هنالك فارقا وفجوة كبيرة جدا ما بين الحياة التي يعيشها اليمنيون والحياة التي تعيشها بقية الأقطار. وأعتقد أن تلك الفترة هي المخاض التي أو هي الفترة التي تمخض عنها فكره الثوري النير. عندما عاد إلى اليمن عاد وخطب في أحد جوامعها قبل ذلك إلى أين ذهب أستاذ وليد؟ فحبسه الإمام يحيى. إلى أين كان سفره؟ حبسه الإمام يحيى، و مما اضطره إلى بالفعل إلى الاتجاه إلى عدن بعد أن يأس أيضا من رؤية ولي العهد أحمد الذي ادعى أنه يحتضن الأدباء والمفكرين، لكنهم وجدوا فيه أيضا طاغوتا آخر واضطروا إلى الاتجاه إلى عدن. كان قبلهم أيضا قد اتجه إلى عدن المناضل الكبير مطيع دماج وعقيل عثمان، أيضا الشيخ عقيل عثمان، ولحق بهم الزبيري والنعمان، ومن ثم جاء الموشكي والشامي وغيرهم. نعم، وبدأت تتشكل آنذاك فكرة حزب الأحرار الذي كان اللبنة الأساسية الأولى لظهور حركة وطنية يمنية ستؤدي إلى التحرر والانعتاق من هذا الحكم الإمامي. طيب، الطاغي الكهنوتي. أستاذ وليد، دعنا نشك معنا في الحوار اللواء أحمد قرحش، أحد مناضلي ثورة 26 من سبتمبر، الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك سيادة اللواء. ألو، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا، والله أن الصوت بعيد شوية، يعني سنحاول أن يكون الصوت بشكل أفضل من الأخوة في الكنترول. على كل حال سيادة لواء، الآن في مثل هذا اليوم قبل 53 عام اغتيل أبو الأحرار الزبيري، ما الذي تجود به الذاكرة لديك الآن وأنت كنت أحد رفاق ثورة 26 من سبتمبر لهذا المناضل؟ شكرا كثيرا. وحقيقة هذا اليوم هو من الأيام السوداء أو الأيام السود التي مرت بهذا الشعب المنكوب في حياته التاريخية السياسية. وطبعا هذا اليوم هو الذي فقد فيه اليمن أفضل وأشجع وأشعر وأقوى شخصية في تاريخنا المعاصر، وهو الشهيد محمد محمود الزبيري القائل في كل مقالاته: فإن سلمت فإني قد وهبت له خلاصة العمر ماضيه وآتيه، وكنت أحرص لو أني أموت له وحدي فداء ويبقى كل أهله. وكأنه والله تمنى أو كأنه حكم على نفسه أو كانت أمنيته أنه يموت عنهم كلهم، ولكنه فعلا هو أوفى بما قاله ومات فعلا مضحيا من أجل هذا البلد المطحون. ويعني كثيرا من الأقوال التي تؤلمنا و يعني إيش أقول، يعني ماضي كان صعبا كثيرا يقاتل فيها الزبيري رحمه الله، سواء كان داخل البلاد أو في مهجره أو مهاجره إن صح التعبير. ما زادها قحطان في لحظاتهم بؤس وفي كلماتهم آلام، إلى أن يقول: جهل وأمراض وفقر مدقع ومجاعة ومخافة وإمام. هذا هو الزبيري تغمده الله بواسع رحمته. حقيقة بالنسبة للموضوع الزبيري، هو من الصعب الحديث عن
تضحياته وعن مسير حياته، لأنها طبعا رحلة طويلة جدا من عندما كان محبوس عندنا في الأهنوم، وفي قصيدته المشهورة خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من قابها. على كل حال الحديث عنه كثير جدا، ولكن وبهذه المناسبة أولا نترحم عليه وعلى شهداء اليمن الذين ضحوا وكانوا بالذات في 48 حقيقة كانوا من أفضل الرجال علماء ومسد رحمة الله تخشى وتخشاهم جميعا. يعني سيادة اللواء، طيب وأنت تطرق في الحديث عن الزبيري، كان آخر القافلة، كان آخر القافلة التي فعلا حقق لنفسه ما قاله. هو خطأ في خطواته الجبارة المؤمنة بحياة الشعب وبحياة الجمهورية بالذات، وكان لي أنا شخصيا مع لقاءات متفرقة لأنه اجتمعت أعتقد أكثر من مرة، وبالذات في خمر مع الشيخ عبد الله بن حسين رحمه الله، وكان تقريبا الأيام الأخيرة هو مأواه الذي كان يبقى فيه ويتحرك منه وإليه. وكان آخر لقاء له من أنه فعلا كان يسعى في ذلك الوقت لم تكن كانت موجودة، كان وجودها خفيف جدا ومجموعة مثقفين فيها، لكن الشعب كان في الريف. ولهذا عمد إلى أن يذهب إلى الريف ويخاطبه ليعلمه ما هي مردودات النظام الجمهوري والثورة، وخطى خطواته الجبارة. والحقيقة كان بين مش في كماشة ولكن في أكثر من كماشة في خطوته الأخيرة استغمته الله برحمته، وقد استشهد في مثل هذا اليوم. ويعني كانت التكهنات في 3 اتجاهات. يعني من أن السلال هو الذي تأمر وقتله، ومحمد بن الحسين وقتله، والسعودية أو المصريين وقتلوا، وكانت فعلا يريدوا أن يضيعوا دمه، لكن طيب وما هي الرواية الأقرب سيادة اللواء؟ ما هي الرواية الأقرب لما حدث؟ كان ضد الملكيات السلالية وقت، أو الإمامة التي مثلها بالذات بيت حميد الدين، ولا ما كان شيء ضدهم يعني، ولا كان معادي لهم، كان معادي للنظام المتخلف الذي ما كان عاد مثله في الدنيا في عصر الثورة في عصر 26 سبتمبر 62. فعلى كل حال طبعا نعم سيادة اللواء، طيب اليوم والآن يعني الأوضاع في اليمن تشابه، يقولون كثيرا ما حدث في تلك الفترة، هناك من هاجر من اليمنيين وهناك من يعذب ويقاتل من يقال أنهم الإماميون الجدد، كيف يعني هل يشابه اليوم البارحة كما تراه؟ هل هناك زبيري جديد سيعيد هذه المشاعر لليمنيين من جديد؟ هو على كل حال مع أني لا أؤمن من أن التاريخ يعيد نفسه، ولكنه في اليمن يفرض نفسه، لأنه تاريخا هو يعني في أوضاعه السياسية دائما فيها اكتتال، وبالذات في عهد الأئمة عندما تكون الأئمة موجودة ما يكون فيها إلا القتال والدمار. إنما اليوم هو يعني بنفس التوجه الذي كان في 62 مع اختلاف شيء بسيط قد يكون، لكن شيء لا يذكر. لما طبعا من أنهم رافعين النظام الجمهوري وما الجمهوري وكذا إلى آخره،
لم تضح النقطة سيادة اللواء. ما هو الاختلاف؟ ذهب الصوت. الاحتلال. الاختلاف الاختلاف لأن الصوت ذهب، يتقطع الصوت. هو كان عادي يعني ما بش اختلاف عادي. أيوه. نعم كنت أقصد الحديث عن الاختلاف ما بين أيام ثورة 62 والآن. لا طبعا فارقة بهيت جدا. الثورات جاءت تنقذ الناس، تأكل الناس، تشرب الناس، تعلم الناس، تقري الناس، تعالج الناس. لكن اليوم يعني ضد المعيشة، ضد الأكل، ضد الكرامة، ضد الديمقراطية، ضد الرأي، ضد يعني فرق كبير جدا. مفهوم. عندك اليوم الناس سنة ونص تقريبا أو زيادة بدون مرتبات، وعادي يقول لك ليش طالب مرتبات؟ إذا طلبت أنت خائن. بينما هذا جاءت وديت أشكرك. هذا جاء وقلقوا المدارس، قلقوا الجوامع، قلقوا كان فرق كبير جدا يعني ما بش لقيض. نعم سيدتي. أشكرك إذن سيدة اللواء أحمد قرحش أحد مناضلي ثورة 26 من سبتمبر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك أستاذ وليد، بالحديث عن الزبيري هناك الحديث عن هجراته كما قال اللواء أحمد قرحش الكثيرة، مصر كذلك ذهب إلى باكستان في فترة من الفترات وإن كان في بشكل آخر. كيف كانت يعني كيف أثرت هذه الهجرات وما فعله هناك من اتصال ربما بشخصيات في ذلك الوقت على مسيرة الزبيري النضالية الوطنية؟ هو هاجر منذ فترة مبكرة، تقريبا كانت رحلة الحج الأولى، كانت رحلة الحج الأولى هي الأساس الذي جعله بالفعل يخرج عن اليمن، وجعلته أيضا يخوض غمار التعليم. الزبيري رحمة الله عليه كان من أسرة أيضا متعلمة فيها الراسخة في القضاء، وجده كان أيضا شاعرا مفوها و خطيبا ايضا، ولهذا هو يعني عاش ايضا في جو ادبي. عندما انتقل الى السعوديه يقال بانه يعني مدح الملك عبد العزيز، لكن لا توجد الا قصيده، القصيده غير موجوده ما عدا مطلعها، واعتقد بانها ربما قصيده غير صحيحه. بعدها انتقل من هناك الى مصر لكي يدرس في دار العلوم، درس الشريعة واللغة، وأعتقد بأن تلك الفترة سقطته بشكل كبير، لكنه انقطع عن الدراسة قبل أن يكملها وعاد إلى صنعاء. لماذا؟ من صنعاء اختلف مع الإمام كما أسلفنا، وثم اتجه إلى عدن بعد ثورة 48، ويعني كل تلك الأحداث التي حدثت. وأعتقد بأن فترة وجوده في عدن يجب أن تأخذ أيضا وضع أو مستوى أكثر في النقاش والحديث، لأنها كانت تعتبر الفترة التأسيسية لكونه الثائر والشاعر والأديب الزبيري، كانت فترة خصبة جدا من حياته. لكن انتقل بعد ذلك بعد ثورة 48 ومشاركته فيها أو اختيره لكي يذهب إلى جامعة الدول العربية ليقنعهم بالثورة الدستورية. وعندما يعني اتجه أولا إلى السعودية، ومنها بعد ذلك إلى مصر، ومن هناك اتجه بعد أن رفضه النظام إلى باكستان. في باكستان كانت مرحلة أخرى، أنا أعتقد بأنها مرحلة خصبة جدا من تصقله الأدبي. كان يعني قصائده في باكستان كانت قصائد جميلة جدا، ربما تأثر بالكثير من الشعراء والأدباء الهنود والباكستانيين. لديه في اعتقادي أنا قصيدة من أجمل قصائده، وهي قصيدة حنين إلى الوطن،
بعثت الصبابة يا بلبل كأنك خالقها الأول، غناءك يملأ مجرى دمي ويفعل بالقلب ما يفعل. هذه القصيدة الجميلة التي بالفعل تعتبر من أعدب وأجمل ما كتبه الزبيري كشعر خالص. طيب في تلك الفترة وغيرها لم يكن له يعني لقاءات وتواصلات مع شخصيات عربية وثقافية في ذلك الوقت تحته؟ لو سمحت أعد لم أسمع. كنت أتحدث على تلك الفترات خلال خروجه، يعني وجوده في المهجر، هل كان هناك تواصل أو اتصال مع جهات ثقافية، يعني شخصيات ثقافية؟ كيف كان يتعامل معها الزبيري في ذلك الوقت؟ هو التقى بالعديد من أكيد من الشعراء والأدباء سواء في عدن، والتقى ايضا في عدن مع كوكبة المشايخ والعلماء والأدباء اليمنيين الذين فروا بأنفسهم إلى عدن من بطش النظام الإمامي. وبعد ذلك في مصر أعتقد التقى بالكثير من الشخصيات الأدبية والثقافية، وكانت مصر في تلك الفترة تتجاذبها مدارس أدبية كثيرة، مدرسة الديوان والذي كان يعني كانت أيضا في أوجها، وأعتقد بأن شعر الزبيري تأثر تأثرا كبيرا بهذه المدرسة الشعرية الرائدة التي أعادت الاعتبار للشعر العربي ومزجت ما بين الحداثة والكلاسيك. أو طيب كنت تتحدث عن عدن، وأيضا كنت تتحدث عن عدن أستاذ وليد، كانت مدرسة أبولو. نعم، كيف أثرت وجوده في عدن في يعني السياقات الأدبية والجانب الأدبي بالنسبة للزبيري، وأيضا يعني كيف انعكس ذلك ثم بعد ذلك على نضاله في الثورة؟ أغلب من خرجوا إلى عدن هروبا بأنفسهم من الإمامة هم كانوا من الأدباء ومن الشعراء، وأيضا التقوا بالعديد من الأدباء والشعراء اليمنيين. عدن كانت تمثل في تلك الفترة يعني المنبع الأول للثقافة والأدب في اليمن. لا ننسى بأنه عدن كان فيها يعني صحيفة فتاة الجزيرة التي كان يرأسها المرحوم لقمان، وكانت يعني أتاحت الفرصة أمام هؤلاء للكتابة والنشر. أيضا الواضح بأنه يعني في تلك الفترة كانت ظهور أول رواية يمنية التي هي رواية سعيد. كان الشعر في عدن منتشرا بفضل وجود الصحافة وأيضا وجود الإذاعة. أعتقد بأنه بالفعل كان وجود الزبيري الذي كتب وظهر بفضل وجوده في عدن في تلك الفترة من بواكير المرحلة التحرر اليمني. كانت أيضا مجلة الحكمة في عام 1939 قد صدرت، وكانت تمثل أيضا يعني نوع من الفرصة المتاحة للنشر. كثير يعني أنا أعتقد بأنه البردوني تأثر بوجوده في عدن وفي مصر، وجعلته بالفعل يكون من أوائل اليمنيين الذين اتجهوا إلى كتابة السرد وإلى كتابة الرواية. أشكرك. في كتابه مأساة الواق الواق. نعم، إذن أشكرك أستاذ وليد دماج الروائي والكاتب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، شكرا جزيلا لك، والمعذرة لانتهاء وقت الحجز للأقمار الصناعية. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير، بعده نستأنف النقاش في حلقة اليوم، تفضلوا بالمقطع. والجمهورية
هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها ملك للشعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من مأرب، الأستاذ يحيى ثلاية الكاتب. أهلا بك أستاذ يحيى. مرحبا أخي. أستاذ يحيى تسمعوني؟ أيوة أسمعك أخي الكريم. حياكم الله. إذن اليوم هناك كثيرين من يقولون أن الإماميون الجدد يعودون إلى البلاد، يريدون العودة بالبلاد إلى عهود الظلام والجهل أيضا. هل كان هناك، ونحن يعني اليوم نتحدث بمناسبة الذكرى 53 لاغتيال الزبيري، هل كان هناك نوع من التقصير في نشر وعي وفكر الثورة والإرث الثقافي الذي تركه مناضلو هذه الثورات عند اليمنيين، ما أدى باليمنيين إلى الوضع الذي نعيشه اليوم؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهديك. أولا أرحب وأهي جمهور قناتكم الكرام، وأريد أن أرحب بضيوفكم الكرام وبالذات الوالد والمناضل العزيز الثائر السبتمبري وعضو تنظيم الضباط الأحرار اللواء أحمد طرحش الذي كان معكم قبل هذا الحديث. اليوم يتكلم اللواء أحمد طرحش أحد رفاق الجليل وأحد صناع ثورة الفيلم الذي نحتفي اليوم بذكرى استشهاد أحد أبطالها. تأتي عليه هذه الذكرى وهذه الأعوام الطوال فيما الإماميون الجدد كاليوم في هذا اليوم يوم أمس يجدرونه في المحاكم على خلفية منشور كتبه في الفيسبوك حسن زيد، هذا الوجه الزائف الذي تلبس وتبدل بكل ألوان النفاق السياسي طيلة العهد الجمهوري، كشف عن وجه الإمامة البشع اليوم، ويلاحق الوالد المناضل أحمد قرحش وخرج من العيادة بسفارة أو بتعريف حاشمي كعظمي، يريدنا أن يريدنا إلى عهد ضمانة السلاليين الجدد، هؤلاء ليس أكثر من نصفة. التحية للوالد المناضل أحمد طرحش، ولا خوف على شعب يكون شيوخه وطباؤه بهذا الوسائل والاهتمام برموزهم وصورهم. المحتفظ جميعا اليوم بالشهيد الجدد، فهذا دليل عن ثورة سبتمبر لن تموت، والنظام الجمهوري يمثل كرامة وإرادة وخلاصة أحلام اليمنيين التي ناضلون بها جميعا من الصعب جدا أن يتخلوا عنها وينسوها رغم ما نمر به من أزمة هجمة غادرة ومرتدة في الجسد الوطني في الجسد اليمني مارسها الإماميون الجدد، ولعلهم آخر طبعة إمامية بإذن الله وهي في طريقها إلى الجلال. بالتأكيد في موضوع الوعي السبتمبري والوعي الجمهوري وتأصيل النضال الوطني كان هناك تكثير مارسة جزء الإعلام والثقافة والتربية، حذف اسم الزبيري وحذف اسم السلام وحذف اسم علي عبد المغني وحذف اسم القحطان الشعبي من مقررات الدراسة في المدارس في التعليم العام وكذلك في التعليم الجامعي، وبدأنا نتغنى بثقافات لا تمثل الجمهورية ولا لليمن العريق وثقافته الأصيلة بصلة، وانشغلنا بقضايا تافهة وتسمع الإماميين خلفة إلى مؤسسات، وكان البلد الإجماعي فقد يروينا وكانت هذه الطعنة الغادرة والمرجعة في حياة اليمنيين، لكن الإثاقة التي نشهدها والصحة التي تتوسع دائرتها يوما بعدين في شعبنا تبشر بالخير وتؤكد أن الخيار إرادة الشعب الذي تحدث عنه الزبيري خيار لا ردة عنه مهما كانت التضحيات والثمن من غير اليمنيين. طيب، وأنت تتحدث عن أن الخيار خيار الشعب، وهذا ربما كان أحد أبرز النقاط التي يكررها الزبيري، ثقته بالشعب، يقول كثير من القارئين لتاريخ الزبيري والمتأثرين في أنه كان دائم الثقة بهذا الشعب. هل هناك نوع من التشابه إذا ما اعتبرنا أن الزبيري أحد أبرز معالم النخبة في ذلك الوقت، هل تتشابه هذه الثقة بما هو موجود الآن
لدى النخبة التي تتعامل مع الأوضاع وتهيئ الشعب وتصنع الرأي العام برأيك؟ الزبيري على النظام الذي قل التي قل أن تتكرر في تاريخنا المعاصر، بالتأكيد يأتي الزبيري وبن شملان يعني كثيرهم من المناضلين في النعمان وقحطان الشعبي وعبد سلال ومطيع دناد والقاضي عبد الرحمن الجرياني ومطهر بن علي الجرياني، هؤلاء نماذج مذيئة خفضت لنا من تاريخنا الكبير يعني بعد طول الغياب، هؤلاء أكبر من كلهم أنهم حفظون هذا الإرث العظيم وهذا السجل والفكر الخالد بعد ليل الإمامة الدامي، وبالتالي فما أنجزوه من ثورة ومن تحول تاريخي، الإعلان الذي كان يتردد بسجل الدين من سبتمبر من عام 60 في إذاعة صنعاء هنا إذاعة الجمهورية العربية اليونانية، كان إعلان أشبه بالمعجزة بإيجاد شعب عانى من غياب العام، من بعد أن دخلت الإمامة إلى اليمن خرجت الدولة اليمنية والحضارة اليمنية التي عمرها أكثر من 7000 عام من التاريخ وخرجت من دائرة الفعل الحضاري وارتدت إلى مجموعة قرى يحكمها هؤلاء المتسولين والأشيخ. ربما هناك تفوق يعني عندما نقرأ شعر الزبيري ويتحدث عن الشعب ويتحدث عن إنسانه الشعب، لا أحد في تاريخنا المعاصر عاتب الشعب كالزبيري ولا أحد آمن بالشعب كالزبيري رحمة الله عليه. لو جئنا لجثيدة إيمان وكفر تجد فيها روح الزبيري الكبيرة وهو يتحدث عن إيمانه بالشعب وآمن بالشعب حتى وقد رآه الوراج فتن هامدة سفرت بعض الطغاة البغاة وما زخرفوه وما زيفوه، هذه البسيطة الخالدة من قصائده التي تؤكد إيمانه بالشعب رغم وجعه، يعني تؤكد إلى أي حد كان الزبيري رحمة الله عليه مؤمنا بالشعب وهو يعاني كل منك مر الزبيري بأكثر من الظروف التي نمر بها الآن، نبذت بلاده ونبذه الشمال ثم الجنوب نبذت تونس نبذت لندن وعربية كلها، لم يجد بلدا يحتل فلسطين إلا في شبه القارة الهندية نتيجة الدولة الباكستانية في ذلك العام، ليعمل بائعا في الشوارع ثم عمل في إذاعة باكستان بعدها قبل أن تأتي ثورة العربية الناصرية، ومن ثم انتقل إلى القاهرة مشاركا مع رفاقه الأحرار في قيادة الثورة العظيمة. لو جينا لقصيدة لكي نعرف الزبيري لو مررنا بقصيدة رفاعة الشعب هذه القصيدة التي قالها بعد 48 لعلنا نتذكر عن ثورة 48 كلهم في قولة الدين حجة وهناك قتلهم استفاع أحمد حميد الدين بسلف الإشاع الطاغية، نجا الزبيري أنه كان في مهمة تريد وتبشير بالدولة الوهية في كان مرونها فسقط في الثورة الوليدة في ماضيها والزبيري خارج البلاد تنبذت في كل الأقطار العربية ولم يجد له ملجأ ولا أرضا تحميه سوى شبه الجارة الهندية في الأفغانستان بالتحديد. في ذلك الوقت جاءت تحديثته رفاع الشعب الذي كان فيها وجعا يفوق الوصف والخيال عندما قال فلست أسكن إلا في مقابره ولست أقتات إلا من ناسيه وما أنا منه إلا زفرة بقيت تهيم بين رفات من بواقيه إذا وقفت جفا جهري بسلسله طرت وجرت يافوق جواهيه فكثلت قوة الدنيا بأجمعها في طعنة مزقت صدري وما فيه، تحدث عن هؤلاء الذين يبيعون الوهم وعن الذين يطعنون في رفاقهم ثورة أنه يتحدث عنهم اليوم عن هؤلاء الذين يلمون أذرعة إنفاقهم المناظرين والثوار الذين يبيعون للإمام. وهناك ربما بعد آخر سأسأله، على كل حال أشكرك أستاذ يحيى الثلاية الكاتب كنت معنا عبر الهاتف من المغرب، هناك بعد آخر ربما أسأله لضيف الذي ينضم لنا الآن من الدوحة الأستاذ نجيب اليافع الصحفي. أستاذ نجيب، يعني كان هناك حديث على أن للزبيري موقف من الهاشمية السياسية على الأقل، هناك حديث على أنه كان له موقف منهم، هل يعني بحكم متابعتك كان يرقى هذا الموقف لأن يكون عنصريا ضد الهاشمية السياسية كما يقول البعض؟ زبير رحمة الله عليه هو كان يتبنى الحضارة اليمنية الأصيلة المتعلقة بجذور الشعب اليمني الأصيل، وهذا ما زعي كثيرا من الهاشميين للأسف الشديد حتى الذين التحقوا بثورة سبتمبر والذين ناضلوا ووقفوا مع الأحرار كان لديهم موقف متعصب فيما يتعلق بالهوية الوطنية والحضارة اليمنية الأصيلة التي جاءت يعني الهاشمية السياسية لتقضي على روح اليمنيين لفترة طويلة من الزمن، وبالتالي أعتقد أن الزبيري
كان شخصا جمعا لكل اليمنيين بما فيهم بعض الهاشمين، وأنا أقول بعض الأفراد القلائل جدا الذين فضلوا الانضمام للثورة ضد الإمامة وضد الملكية. كان بعضهم لأشياء شخصية، ولكن الغالبية من الهاشميين كانوا ضد الشعب اليمني وكانوا يقفوا مع الإمامة لأنها منحتهم امتيازات سياسية ومالية ظلوا لفترة طويلة وهم يتحكمون برقاب اليمنيين، وبالتالي كان جزء من استهداف الزبير رحمة الله عليه ومن القضاء عليه هو تآمر جزء من الهاشميين الذين قضت عليهم ثورة سبتمبر مع السعودية الذين فضلوا الوقوف مع الهاشميين لفترة الحرب التي استمرت من عام 62 إلى عام 69، وكان الزبيري ضحية لهذا الالتقاء العجيب بين طيب الإمامة. يعني في سياق الحديث عن اللحظات الأخيرة، في سياق الحديث عن اللحظات الأخيرة كيف كانت؟ ما الذي كان يقوم به الزبيري؟ ما أدى به إلى نهاية المطاف إلى حدوث اغتياله؟ هو الأهداف الرئيسية التي ناضل من أجلها الوطنيون من الزبيري ورفاقه الأحرار الذين وقفوا ضد الإمامة من البداية، وحتى اختلاف الأحوال بعد الجمهورية. الزبيري رحمة الله عليه كان يؤكد على الهوية اليمنية وعلى الأصالة وعلى الاستقلال. الاستقلال بحد ذاته هو الذي جعله يثور ضد أشقائنا في مصر، رغم أن مصر أيام جمال عبد الناصر كانت الرائدة والتي استطاعت أن تقضي وتساعد اليمنيين في القضاء على الإمامة، ولكنه عندما شاهد الثورة تحيد عن أهدافها الأساسية التي كانت ضد الظلم وضد الاستبداد وضد الثيوقراطية، في هذه المرحلة شكل الزبيري مع مجموعة من الوطنيين الأحرار في الداخل وقرروا الخروج ورفع الصوت عاليا ضد هذا الظلم الذي يكرس باسم الجمهورية. وهذا الفرق بين رفاق الوطن وبين الأحرار وبين الأحرار في هذه المرحلة. عندما نشاهد اليوم معظم الكتل الوطنية التي تقيم في السعودية للأسف الشديد يمكن القول أنهم انبطحوا وقرروا عدم تمام السعودية التي الآن تقرر ما كررته أيام الرجعية التي تبنتها في الستينات. نحن الآن نشاهد معظم الكتل الوطنية التي ربما نعطي لها بعض المبررات بحكم أنها تقيم في السعودية وبحكم أن لديها بعض الامتيازات وبحكم أنها تتحدث عن أن السعودية هي جار ولا تستطيع أن تنفلت منه، ولكن نقول أن الزبير رحمة الله عليه هو كان أحد المعالم الذين نهتدي بهم في هذه اللحظة. عندما شاهد الانحراف ضد الثورة وضد الأهداف التي قامت من أجلها ثورة سبتمبر قرر الخروج ورفع الصوت عاليا والوقوف ضد التدخل المصري الذي كان يتدخل في التفاصيل البسيطة وفي القضايا الداخلية والشؤون المحلية. في تلك المرحلة وجدنا أن الزبيري دفع ثمن حياته لهذا السبب، وهو مسألة الاستقلال ورفض الوصاية ورفض التدخل في كل صغيرة وكبيرة، وهذا ما نشاهده اليوم حينما يتكرر الوضع مع السعودية ومع الإمارات. طيب بدقيقة أخيرة أستاذ نجيب، الآن ونحن نتحدث عن هذه الذكرى 53، الوضع الآن في البلاد يشبه كثيرون بما كان بعد ثورة 26 من سبتمبر عام 62. ما هي أبرز الأمور أو النقاط التي تستلهمها من مسيرة الزبيري وتفتقدها الآن، في سواء من يقاتل، في من يتحدث، في من يدعم الشرعية أيضا؟ أنا أقول أن للأسف الشديد من يناضل الآن ومن يقاوم الآن، في هناك بعض الأصوات التي تتحدث عن صعوبة المرحلة وعن وضع السعودية وعن وضع التحالف العربي وعن عدم قدرتهم على رفع الصوت، ولكن نقول أن النضال الذي قام به الزبيري والحركة الوطنية هو المعلم الذي نهتدي به في هذه اللحظة. وهو قال في قصيدته الجميلة كفر إيمان عندما يتحدث عن بعض المناضلين الذين يضطرون لبيع مواقفهم أو السكوت أو الصمت حيال ما يلقونه وما يعني بسبب الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية، وقال بعض الأبيات الجميلة التي أكد فيها وقال: وكم جاهل لحقوق الوطن يريد على كل خطو ثمن، إذا وخزت رجله شوكة تقاضى جزاء عليها ومن، فإن لم يحقق هواه النضال ثار على شعبه والطغن إلى آخر تلك القصيدة. نعم. هو يتحدث عن ليس بالضرورة على كل المناضلين أن يجدوا الثمن أو أن يلاقوا الثمن أو أن تفرش لهم الورود. النضال يحتاج إلى أن
نعم أستاذ نجيب. يحيى الناس بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الثورة والتي قامت ثورة 11 فبراير والتي أهمها الوقوف ضد الظلم ضد الاستبداد ضد التدخل في الشؤون الداخلية ضد الوصاية، وهذا ما يجب علينا أن نقوم به في هذه اللحظة. أشكرك الصحفي الأستاذ نجيب اليافع، كنت معنا على الهاتف من الدوحة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات في هذه الحلقة من المساء اليمني الخاصة بالذكرى 53 لرحيل أبي الأحرار الزبيري أو لاغتيال أبي الأحرار الزبيري. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في طاقم العمل الفني، إلى اللقاء.